كذا أصبح جنودك لانوز في حالة مزرية. إنه قائد قوي وذكي يا سيدي، جمع جنوده ورمى بنفسه في الغابة حتى إن ضاع فيها، فلقد أنقذ نفسه من الموت. حسناً، ما هو وضع السادة الذين أتوا لدعم السيد عثمان؟ السيد عثمان هو سياسي محنك، أتوا مع القليل من الجنود. أي أنه يقول أنا أستطيع تحقيق النصر حتى إن لم ترغبوا بالوقوف في صفي، ولكنني لا أستطيع أن أحرمكم من القتال ومن ثواب الغزو. إن القبائل في وضع صعب، كل محارب سيطلبه السيد عثمان من الآن سيضعهم في وضع صعب. بماذا تفكر يا أبي؟ أريد دعوة كل السادة إلى خيمتي يا ابنتي. أرسل خبرا إليهم جميعا. أمرك يا سيدي. السيد عثمان قد حرمنا من شرف الغزو والقتال، لكننا سنظهر أننا بجانب السادة الذين قاموا بالانضمام إلى الغزو، وسوف ننقذهم من الوقوع في قبضة السيد عثمان. سوف نريهم أنهم ليسوا دون أي حماية.